وصل اللهم على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.